الرئيسية اللي تم توجيهها لك كمدير الأكاديميات من لجنة الكورة والتوصيات اللي تلقيتها بشكل شخصي من الكابتن محمود الخطيب؟ بص أنا منتهى من يعني كل ما بقعد في اجتماع لجنة كورة بتعلم حاجات مختلفة عن خبرات عن كل حاجة مختلفة جدا. أول حاجة كل اللي بيروح في ذهن أي حد القطاع الأكاديميات بيبقى هو راح للقطاع الاستثماري، يعني وأنا الأكاديمية عشان بفلوس فالناس كلها تبقى بفكر أنت تحقق كام. أول كلمة الكابتن خطيب قالها لي، قال لي الأكاديمية دي فني وحط تلات خطوط كده تحت فني. معنى كده ان هو بندور على افضل عناصر المواهب الكبيره، بندور على المواهب. انا كمان يعني بجهز لكم شويه مفاجآت في الاكاديميه، عندي شويه مواهب محترمه جدا يعني. الاعمار ايه تقريبا يا كابتن خالد؟ عندي من 4 سنين ولاد، من 4 سنين وعندي باين الفرق في انه عنده موهبه في الطريق. طبعا يعني انا عندي ولاد 7 و8 سنين والله، يعني نعمل تمرين واحد لواحد، ده اتفرج على شويه امكانيات من ولاد صغيرين، يعني حاجه محترمه جدا. فانا عندي مفاجات بالنسبه للقطاع ان شاء الله هتبقى قريب جدا انه موجودين. وعندي ولاد من السنه اللي فاتت، طبعا بشكر طبعا الكابتن ابراهيم طبعا عبد الصمد انه عمل فتره كانت محترمه جدا في الاكاديميه، كلنا احنا بنستلم من بعض وكلنا بنسلم بعض، فهو يعني سن سنه حميده. وكان في ولاد كتير قوي من الاكاديميه في القطاع السنه دي، واحنا كمان بقى بنطور السنه دي ان احنا بقينا بنشتغل كمان مش الولاد بس، لا ده ولاد واداريين ومدربين واجهزه طبيه. فاحنا السنه دي اضفنا للقطاع 2 من ولاد الاكاديميه زي ما بيقولوا كمدربين وبيشتغلوا دلوقتي مع، ولسه بتقول لنا ان في كوادر شابه من نجوم النادي الاهلي في الفتره الجايه هتدخل مع الاكاديميه. احنا بنسلم بعض، يعني انا دلوقتي الحمد لله في تفاهم بيني وبين كابتن فتحي بشكل محترم جدا. قطاع الناشئين ما بحتاج اي حاجه بيلاقيني على طول سبورت معاه، وبنوصل لبعض يعني الشغل بشكل كويس جدا. عشان كده هو ده في الفتره الجايه ان شاء الله الناس هتحس بالكلام ده. طيب الشكل اللي ماشي بيه الاهتمام من مجلس الاداره